بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نعمل خطوة مهمة جدا، إن احنا نعمل باند كومبوزيت للباندز بتاعة الأنسات 8. هنا أنا فاتح الباندز بتاع الأنسات 8 في لوحة جنوب مصر. المفروض ندخل إن احنا نسحب نعمل دراج أند دروب لكل الداتا دي، نحطها في التيبل في كونتنت. أنا هختار بس الحاجات اللي هنحتاجها في جيولوجيا، اللي هي باند 3 و بند 5 وبند 7. تمام، الفكره كلها ان انا يعني بعمل لهم دراج اند دروب. هنا الخطوه اللي احنا عايزين نعملها اللي هي للباند كومبوزيت. طبعا بنعمل احنا القصه دي في السيرش تول، واكتب باند كومبوزيت بيظهر لي الباند كومبوزيت بالطريقه دي. تمام، باجي بيطلع لي ويندو زي كده، بختار فيه الباند بالترتيب 7 هيبقى في الريد، و 5 في الجرين، و 3 في البلو. بعد كده نختار المكان اللي هسيف فيه الشغل بتاعي، بيبقى طبعا من واحد من الفولدر كونكشن اللي انا بشتغل فيهم. انا هحطهم مثلا في بوست دوك، هحطهم هنا كده، واختار 7 5 3 باند كومبوزيت بالشكل دوت، واقول له سجلي دوت tf.tf عشان الاكستنشن ده هو اللي هيبقى. بعدين بقول له اوكي. الموضوع هياخد وقت شويه، طالما هو كاتب الكلام ده تحت يبقى هو ستيل بيعمل بروسيس دي. هو دلوقتي بيحاول يعمل كومبوزيت لل 3 باندز دول، بيدخل الباند رقم 7 في الشانل بتاع الريد، وبيدخل الباند رقم 5 في الشانل بتاع البلو، بيدخل جرين، وبيدخل الباند رقم 3 في الشانل بتاعه البلو. بعدين هيطلع لنا فول سكالر كومبوزيت، صوره ملونه فيها 3 باندز مع بعض. هنشوف الصوره دي بعد ما يخلص البروسيس، هي بتاخد وقت شويه. تمام، هو كده خلص، طلعت لنا الصورة بتاع الباند كومبوزيت فاينل بالشكل ده. تمام، انا ممكن ازوم بقى واشوف المنطقة طبعا دي في شمال السودان وجنوب مصر، بتبين حمد نشير زون. طيب الخطوة التانية دلوقتي، لو احنا جينا نبص على الصورة دي بروبرتس كده، بص على الصورة دي هتلاقي ان الصورة دي عبارة عن فول سكال كومبوزيت، لكن عايزين نشوف الريفرنس بتاعها. تلاقي الريفرنس بتاعها هو الريفرنس بتاع كل الصور دول WGS 84. عايزين نشوف السيل سايز قد ايه. السيل سايز هنا هيدينا السيل سايز اكس واي 30 متر 30 متر. في طريقه بقى نعمل انهانسمنت للصوره دي ونخليها بهاي ريزوليوشنز، اللي احنا نعمل حاجه اسمها بان شاربنج. يبقى هنروح على السيرش ونكتب هنا فيها حاجة اسمها ايه، بان شاربنج. تقول له سيرش، هيطلع لي كريت بان شاربن راستر داتا سيت. تمام، هنا في القصة دي بيقول لي دخل لي انبوت راستر، هقول له الانبوت راستر هي دي. بعد كده يقول لي البان كروماتيك فين. طب البان كروماتيك انا ما جبتهاش، اللي هي الباند رقم 8 هنا اللي هي الريزوليوشن بتاعها مختلف. اعملها دراج اند دروب واقول له يس. المفروض هجيبها في التبل اوف كونتنت، هيفتحها هنا الاول. طبعا بتغيب لان هي الريزوليوشن بتاعها اعلى من الريزوليوشن بتاعه البانز العاديه. هنا البانز دي البيكسل سايز بيغطي بكفر 30 متر 30 متر، البيكسل سايز بتاع بان كروماتيك بيغطي 15 متر 15 متر. خلاص هي الصورة جت هنا. لو احنا فتحناها عشان نشوف الخواص بتاعتها، هتلاقي ان الصورة دي السيل سايز بتاعها 15 في 15، فده الريزوليوشن بتاعها اعلى منها. دلوقتي احنا عايزين نعمل ميرج بين الصورة دي وبين الفولس كلر كومبوز اللي احنا كوناه، عشان نعمل ريسامبلينج تاني للفولس كلر كومبوز اللي احنا كوناه ونخليه بالريزوليوشن الجديد. الموضوع بسيط خالص، هو هياخد التقسيمة بتاع البانز دي بتاع الباند كروماتيك، ويعيد تقسيم الصوره اللي احنا عملنا لها الكومبوزيت على هذا الكلام، وريسامبلنج تاني يعمل فيلنج للبيكسلز اللي هيخلقها في الباند كومبوزيت الجديده. احنا اخترنا هنا في التيبل ده
البان كروم البان اللي هي الفول سكالر كومبوز اللي احنا كونناها. طبعا هو على طول راح موزع على الريد والجرين والبلو بتوعه وقال لك حط لي بقى البان كروماتيك فين، هقول له البان كروماتيك هي الباند رقم كام رقم 8. طبعا احنا بنعمل بروسيس قبل ما ندخل باند الباند رقم 8 فمش تظهر عنده هنا في التيبل، يبقى هنقفل دي نقول له كانسل ونيجي نفتحها تاني اهيت نختار الباند كومبوزيت اهي تمام، والباند كروماتيك خلاص بقت موجوده اللي هي الباند رقم 8 اوكي، ونخليها على الديفولت بتاعها عادي مفيش مشكله، لكن نختار المكان اللي هنسيف فيه في نفس المكان اهوت وهنسميها 7 3 7 5 3 و شارب تمام، نحط لها تف وننسى كلمة تف دي ونقول له اوكي تمام. نفس الفكرة هيبدأ يعمل البروسيس بتاعته وتاخد وقت لأن الوقت بيعيد تشكيل الصورة الجديدة بالريزولوشن اللي أنا قلت له عليه اللي هو كل بيكسل هيغطي 15 في 15، فهو بيعيد تقسيم الصورة إلى مجموعة بيكسلز أكبر بكتير جدا من البيكسلز الأصلية بتاعتها، هيبقى عنده مجموعة بيكسلز مفيهاش قيم مفيهاش فاليوز، هيبدأ يعمل لها فيلينج بالفاليوز اللي هو بطرق إحصائية اللي هو ريسامبلينج للفاليوز دي، ويحط فيها الدي إن بتاع الديجيتال نمبرز بتاعتها فيها. طبعا هو شغال، هنبص على الباند كومبوز اللي اتعملت قبل كده نشوف الخواص بتاعتها كده عشان نتأكد ان هي 30 في 30 متر، المفروض اللي تطلع جديدة تبقى 15 في 15 متر، ده الفرق بين الصورة اللي هي الباند كومبوز بالباندس العادية، وبعد الباند شاربنج المفروض دي هتبقى بهاي ريزوليوشن هتبقى الضعف تقريبا بتاعت دي. كان المفروض هو خلص وعمل اللي عمل الباند كومبوزيت بتاعتنا دي، المفروض اللي هي العادية ودي الشارب. الفرق لو احنا جينا نقول بروبرتس على دي ونشوف الخواص بتاعتها هتلاقيها بقت سيل سايز 15 في 15 متر. طيب نشوف هل في فرق فعلا بين الاتنين ولا لا، احنا نعمل بس مجرد تيست كده على اي حاجة اي فيتشر من دول، هنا دي اللي هي الهاي ريزوليوشن ودي الصورة اللي
المفروض اللي يدون هاي ريزوليوشن. لو شلنا كده ده الشكل بتاع الفيتشرز اللي بدون هاي ريزوليوشن، وده الشكل بتاع الفيتشر اللي هو بهاي ريزوليوشن. طبعا الفرق واضح بين الاثنين جدا، فرق كبير جدا بين الصورتين. تمام، ممكن نعمل شوية افكت كده على الصورة نفسها. يعني نخلي البرايتنس بتاعتها عالية قليلة كلام من دوت. في حاجة هنا في الويندوز اسمها فوتو افكت، يعني ممكن نيجي على الكونتراست ونغير فيه شوية. طبعا لازم نختار الصورة اللي هتعمل لها الكلام دوت، يبقى نختار اللي هي 7 5 3 شارب دي ونبدأ نشتغل عليها شوية، نعمل انهانسمنت ليها. يعني مجرد افكت عادي كده، لا الشاربنج كده بيبوظها، نزود فوق الشارب بتاعها بتبان افضل بكتير. طبعا ممكن نزوم ان كده وزوم اوت عشان نشوف هل الصورة بتفيد الشارب. اجمل بكتير جدا، بدأت تفصل حاجات عن حاجات تانية اهيت. تمام، ممكن نعمل كمان اللي هو البرايتنس، نزوده نخليها اكثر وضوحا كده. انا شايف ان كده الصورة بقت اقوى بكتير جدا. طبعا كل دي بروسيسنج، انا بعمل لها فلترنج بقى، هنخلي الصوره بتاعتي تبقى اوضح بكتير من الطبيعي بتاعها. تمام، ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي، هنتكلم فيه على ازاي نجمع بقى اكتر من ده سين، يعني 10 كيلو 110 كيلو في 110 كيلو. المره الجايه هنتكلم ازاي نعمل موزيك من تو ديفرنت شين سين، يعني او نعمل سبسيت، يعني ناخد حته صغيره من كل ده. مش هشتغل على كل ده، انا ممكن اخد حته صغيره بس اعمل لها بروسيسنج بعد كده. إن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي.